الأرض كوكب أزرق، تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطحها تقريباً. حجمها الهائل ومعرفتنا المحدودة بالكثير من المخلوقات التي تعيش فيها وضعا بعض التحديات الصعبة أمام منتجي الأفلام الذين قاموا بإنتاج سلسلة الكوكب الأزرق. استغرق العمل في هذه السلسلة 5 سنوات، وقمنا بالتصوير في 200 موقع حول العالم تقريباً. سلوك معظم الحيوانات التي تم تصويرها في هذه السلسلة لم يصور من قبل، وبعضها كان جديداً على العلم. للحصول عليها حصل فريق الكوكب الأزرق على مساعدة من باحثين مواكبين لأحدث تطورات علم البحار. سنعرض الآن كيف عملنا مع هؤلاء العلماء وكيف استطعنا رؤية الكثير من الأشياء الجديدة. يعد الحوت الأزرق من أكثر الحيوانات غموضاً وأصعبها تصويراً. إنه يقطع آلاف الأميال في المحيط وينتقل بسرعة تصل إلى 30 ميلاً في الساعة، واللحاق به يحتاج إلى الكثير من الحظ. هذا الجسد الهائل هو مجرد رأس ذيل أكبر مخلوق موجود على الكوكب. إنه الحوت الأزرق، يتجاوز طوله 30 متراً ويزن أكثر، وهو بذلك أكبر من أضخم الديناصورات، ومع ذلك لا تزال مسارات هجرته مجهولة إلى حد كبير، ولا نعرف أبداً أين يتكاثر. أكبر مشروع بحث للإجابة عن هذه التساؤلات قائم حالياً في خليج كاليفورنيا، ويعمل على أكبر تجمع باق للحيتان الزرقاء. عالم الأحياء البحرية بروس ميت، رائد تقنية تقوم على وضع جهاز تعقب إلكتروني يرسل الإشارات إلى الأقمار الاصطناعية. ما يثير الدهشة هو أننا لا نعرف أين تقضي معظم أنواع الحيتان نصف السنة، ومن المهم جداً لنا معرفة مواطنها الأساسية، الأماكن التي تتغذى فيها وتتكاثر وتهاجر، فهذه هي الأماكن التي لا تستطيع الاستغناء عنها. يجب أن نكون حذرين جداً لئلا نخيفها، ولكن عندما نقترب نرى ذيلها، ثم رأسها يرتفع، وعندما ينفخ تعرفون أنكم في حضرة حيوان ضخم جداً. هناك شعور بالرهبة لا يمكن مقاومته عند رؤية الحجم الهائل لهذا الحيوان. إلى اليمين أكثر. جيد. لا يشكل هذا السهم بالنسبة إلى الحوت أكثر من وخزة دبوس، وسيسقط عنه في أقل من 6 أشهر. يرسل هذا الجهاز إشارات إلى الأقمار الاصطناعية التي تسجل موقع الحوت الدقيق في كل مرة يخرج فيها إلى السطح ليتنفس. وتؤكد آخر النتائج أن هذه الحيتان تنتقل كل سنة من أوريغون في الشمال إلى المكسيك وكوستاريكا في الجنوب، ويقضي بعضها الشتاء في خليج كاليفورنيا. لثلاث سنوات كان هناك مصورون في وضع الاستعداد على طول مسار الهجرة هذا، وهم يستخدمون الطائرات الشراعية والمروحيات لمحاولة تصوير الحيتان من الجو دون مضايقتها. الطائرات الشراعية معدة خصيصاً للهبوط على سطح الماء، بحيث يستطيع المصور القفز أمام الحوت وتصويره تحت الماء. ولكن سرعان ما تخرج الحيتان من مدى الطائرات الشراعية والمروحيات، وعلينا اللحاق بها جنوباً إلى خليج كاليفورنيا. عملنا هناك مع عالمة أحياء بحرية هي دايان جاندرون. إذا أردنا تقدير أعداد الحيتان وتقدير أعداد الحيتان الزرقاء التي تدخل خليج كاليفورنيا، فعلينا أن نعرف إن كنا نريد معرفة العدد الكلي أو جزء منه. هذا ما نحاول فعله بواسطة المسح الجوي. نحاول تقدير أعداد الحيتان التي تستخدم خليج كاليفورنيا في الشتاء. ربانة الطائرة ساندي لانوم خبيرة في رصد الحيتان الزرقاء من الجو، وفي السنوات العشر الأخيرة عملت مع علماء أحياء يدرسون الحيتان في الخليج. المثير في الأمر أنه يوجد ما يشير إلى أن الحيتان الزرقاء وصغارها تستخدم هذا المكان. بالنسبة إلى مصورنا ريك روزنتال، كان التقاط الصور النادرة لأنثى حوت أزرق مع صغيرها فرصة فريدة. لقد رأيناه للتو.
تزود طائرة الاستطلاع الفريق بمعلومات مهمة جداً حول موقع الحيتان في الماء. حسناً. تخرج الحيتان فوق السطح لدقيقتين ثم تغوص لعشرين دقيقة، ولكن عندما تنزل ذيلها تترك خلفها بقعة من الماء المصقول تدعى أثر القدم، وهي إشارة إلى المكان الذي تتجه إليه ومتى قد تخرج إلى السطح ثانية. نعرف من خلال الخبرة المسافة التي تقطعها الحيتان تحت الماء، وذلك بالنظر إلى المكان الذي انطلقنا منه. استناداً إلى معرفة ديان والأذون الخاصة، استطاع فريقنا الاقتراب من الحيتان دون إزعاجها. المحيط المفتوح هو عراء شاسع بين القارات، منطقة زرقاء كبيرة حيث يصعب شيء فيها. في مكان ما من هذه الصحراء البحرية هناك أحداث مذهلة تقع كل يوم، وقد أمضى فريق برنامج الكوكب الأزرق أكثر من 400 يوم في رحلات تصويرية بحرية لم تكن ناجحة أحياناً. ما زال اليوم في بدايته، لقد تجاوزت الساعة الرابعة عصراً. هذا تاريخياً هو الوقت الذي يبدأ فيه المفترس العمل. المحيط المفتوح الذي أحب أن أسميه الفضاء السائل هو على الأرجح من أصعب المناطق للعمل في المحيط. الكثير من الناس يتساءلون كيف نقوم بالتصوير هناك؟ هل نقوم بتشغيل الكاميرا فقط؟ هل نقضي أياماً بلا نهاية نتجول هناك؟ الصبر الصبر، ونستمر في البحث. بعد 6 أسابيع من البحث قبالة شواطئ بنما، نجح الفريق في التقاط حركة سريعة ودلافين غير اعتيادية، الدلافين الدوارة. أنا أبحث عن الدلافين، عن ثدييات بحرية تتجمع معنا. المفترس الناجح يتجه إلى أماكن الغذاء، إذا استطعنا العثور عليها فسيكون ذلك مكسباً لنا أيضاً. غالباً ما ترافق مجموعة دلافين كهذه مفترسات أخرى كأسماك التونة، ويعتقد الفريق أن اللحاق بهذه الدلافين قد يقودنا إلى ما هو أكثر. خلف سرب الدلافين تماماً كانت هناك مجموعة من أسماك التونة تسبح على عمق أكثر قليلاً، لذلك قمت بالغوص ورأيت السرب يعبر أمامي، وفجأة وصل سرب هائل آخر. وفي النهاية حصل الفريق على جائزته، قامت المفترسات بتجميع أسماك الطعم عند السطح. على الحافة الخارجية هناك. السرعة مطلوبة لتصوير حدث كهذا، فقريبا ستنتهي أسماك الطعم وسينتهي كل شيء. والحذر واجب أيضا، فلا مكان للمبتدئين في هيجان كهذا. من الأشياء التي تحدث في الماء أن أسماك السردين عندما تراك تحتشد حولك لكي تختبئ من المفترسات. رأيت جزءاً من السرب ينفصل ويتجه نحوي. أصبحت محاطاً بأسماك الطعم، وأسماك التونة تعرف ذلك، وهي مقبلة من الأعماق. شعرت للحظة بأنني أصبحت جزءاً من هذا الهيجان الغذائي. شعرت كأنني سمكة سردين كبيرة وسط أسماك الطعم. وأخيراً عندما انتهى كل شيء، لم تبقى إلا أجزاء من أسماك السردين تغوص ببطء إلى القاع، وأنا في الجانب الآخر من العالم. كان فريق آخر من الكوكب الأزرق يبحث عن مخلوق أكثر لطفاً، أحد أصغر الحيتان في العالم، الحوت الربان. القليل من الأبحاث جرت في المحيط المفتوح، لذلك كنا عادة نعمل دون علماء، ولكن حصلنا هنا على نصيحة من خبير محلي. هذه المنطقة من أوبريان تشكل أهمية خاصة بالنسبة إلى بعض الأنواع التي كانت تتناقص في البحر الأبيض المتوسط، كالدلافين الشائعة والدلافين القارورية وحيتان العنبر وحتى الحوت الربان. لذلك أقمنا سرية مراقبة على سطح السفينة، وكذلك مسماعاً مائياً في الخلف لالتقاط النقرات أو الصفير الذي تستخدم هذه الحيوانات في التواصل. إنها كدقات الساعة، أصوات إيقاعية. معظم الأنواع كالدلافين الشائعة والحوت الربان حيوانات فضولية جداً، إذا اقتربت منها مباشرة فستبتعد، أما إن رصدتها وبقيت بعيداً عنها فستتصرف كالأطفال، ستشعر بالفضول وستتجه إليك.
يصف المصور مارك غوتليب شعوره عندما اقترب من الحيتان. تملأ الماء وكانت تجربة مذهلة. بقيت مع الحيتان لمدة ساعتين، ورغم أنها كانت لطيفة لكن يجب دائما احترام قوتها الكامنة. يقترب حوت صغير لكي يتفقدنا. كان الذكر يرافق الأنثى والصغير ويحرص على عدم اقتراب أحد منها، والمقصود هنا أنا. عندما رأيت الصغير يتوجه إلي، أدركت أن الحوت الذكر لا يريد وجودي هنا وأن علي الابتعاد عن الصغير. اقترب الذكر مني ولوح بذيله أمامي مباشرة حتى كدت أفقد الوعي، لذلك بقيت في مكاني وتركتها تسبح بعيدا. وجود طواقم تصوير على سطح هذه السفينة أمر هام، فنحن لا نقوم بالأبحاث لأغراض علمية بل من أجل الحماية، لذلك فالوعي الشعبي جزء مهم من برنامجنا. مجرد الخروج بنتائج علمية لا يفيدنا بشيء، علينا إيصال كل ما نكتشفه إلى الجمهور ومن خلالهم إلى السياسيين الذين يتخذون القرارات. التحدي الأكبر للمصورين في المحيط المفتوح هو أسرع سمكة في العالم، السمكة المنقارية. من الصعب للغاية تحديد موقع أسماك مفترسة كالمارلين وأسماك الزعنفة الشراعية وتصويرها، لكننا استطعنا رصدها أخيراً قبالة المكسيك، حيث يستعين المصور ريك بالطيور لترشده إلى موقع الحدث. هناك أسطورة مكسيكية تتعلق بطيور الفرقات التي يسمونها تيوريتا، وتقول الأسطورة أن الارتفاع الذي تطير به طيور الفرقات فوق سطح الماء يدل على العمق الذي تسبح فيه المفترسات تحت الماء. أتت الفرصة أخيراً بعد أكثر من 400 يوم في المحيط المفتوح والعديد من المحاولات الفاشلة. يندفع المصور للعمل ويصطاد بواسطة الكاميرا، ويجب أن يتغاضى عن الكثير من الأشياء التي تحدث. يجب أن يعرف هدفه وأن يقوم بتصويره. كانت لحظة مشوقة لكنها خطرة. تستطيع أسماك الرمح هذه السباحة بسرعة 70 ميلاً في الساعة. وفجأة وصلت أسماك التونة لكي تهاجم كتلة أسماك الطعم نفسها. وأخيراً وبشكل لا يصدق ظهر حوت السيل. استعدوا جميعاً، سوف يخرج مرة أخرى. أين أنت داغي؟ ساعد داغ. لدي كمصور قائمة أمنيات أتمنى تصويرها، وفي تجمعات كهذه أتمنى بالتأكيد أنه يوماً ما سيخرج حوت من الأعماق لكي يتغذى، وسأكون هناك لتصويره. في هذا البرنامج كنا في الوقت المناسب، تبعنا مجموعات من الحيتان تبحث عن غذاء، وكان علينا وضع مصور أو اثنين في الماء، وفي نفس الوقت كنا نصور على السطح لكي تكون التغطية شاملة. من بين كل المواطن البيئية في المحيط تعد السواحل الأكثر حيوية وتطلباً. الحياة قاسية هنا ولا يوجد إلا بعض السكان الدائمين، ولكن عندما تكون الظروف مناسبة يصبح الشاطئ غنياً، وهذا بالضبط ما يحدث في شهر يونيو حزيران من كل عام قبالة في جنوب أفريقيا. لسنتين على التوالي أتى طاقم مؤلف من 6 مصورين مع فريق الدعم الواسع وحاولوا تصوير أحد أعظم المشاهد في المحيط. غير السرعة تحت الماء من 6 إلى 150. لقد اجتمعوا هنا من أجل الحدث السنوي الذي يدعى هجرة السردين. تهاجر ملايين أطنان أسماك السردين نحو الشمال على طول الساحل مع التيارات المتغيرة.
كمية كبيرة كهذه من الغذاء تجذب أسراب المفترسات، وهذا الحدث ما كنا نأمل تصويره في الفريق. كانت أسراب السردين تمتد على طول أميال قبالة الساحل، بينما كانت الطائرة الشراعية تواصل البحث عن مجموعة من الدلافين الشائعة التي ستنجذب إلى موقع الحدث. حالما اكتشفت الطائرة الشراعية الدلافين الصيادة، تم إرسال الموقع إلى الفريق الموجود على القارب. لم تكن الدلافين فقط، بل معها مئات أسماك القرش التي جذبتها الأسماك أيضاً. قبل الغوص وضع الفريق لصاقات متفجرة خاصة على مقدمة عصي القروش. إذا تعرض الفريق للخطر يمكنهم استخدامها لإخافة القروش وإبعادها. استعدوا، 1، 2، 3، انطلقوا! القليل من الأشخاص استطاعوا الاقتراب من القروش البرونزية لأنها لا توجد في الماء الضحل إلا في فترة هجرة أسماك السردين فقط. نشعر بالخوف عندما نصبح محاطين بالقروش، ثم فجأة تأتي الدلافين، نسمع صوتها قبل أن تصل ونشعر بالراحة لقدومها. لا يزال البحث العلمي في هجرة أسماك السردين في مراحله الأولى، وقد كشف التصوير تحت الماء بعض السلوكيات المثيرة للدلافين. تعمل الدلافين معاً لتشكيل حواجز من الفقاقيع لتجميع أسماك السردين في مجموعات أصغر. تسمح شبكة الفقاقيع هذه للدلافين بأكل كل أسماك السردين التي احتجزتها، بينما تكمل البقية هجرتها نحو الشمال. هذا خليج مونتيري على ساحل كاليفورنيا. تصل كل سنة مجموعة من الحيتان القاتلة لاصطياد الحيتان الرمادية في طريق هجرتها شمالاً في هذه المياه. أمضى المصوران داغ ألين وتوم فيتس 8 أسابيع لتصوير هذا الحدث. رأينا الحيتان القاتلة وحاولنا اللحاق بها، ولكن كما ترون في البحر مفتوح وهي تسبح بسرعة 30 أو 35 عقدة. استشار الفريق عالمة الأحياء البحرية نانسي بلاك التي أمضت 14 عاماً تراقب الحيتان القاتلة في خليج مونتيري، ولكنها لم تشاهد أبداً افتراس واحد. علينا العودة إلى الشمال من جديد. يتلقى الفريق في البحر الدعم من خلال فريق استطلاع يجوب سماء الخليج كل يوم بحثاً عن أنثى حوت رمادية ورضيعها يسلكان طريقاً مختصراً. خلال فصل الربيع عندما تجتمع الأمهات وصغارهن، تهاجر الحيتان الرمادية شمالاً، تكون مكشوفة ولا يوجد مكان تختبئ فيه، بينما تبحث الحيتان القاتلة عن الأزواج التي تضم أنثى الحوت الرمادية وابنها. تزيد سرعة الحيتان القاتلة عن 20 ميلاً في الساعة، وكان التحدي هو مواكبة الحدث مهما كانت الأحوال الجوية في البحر. كنا في المكان المناسب قبل وقوع الهجوم، حيث كانت الحيتان القاتلة الرمادية، وهكذا استطعنا للمرة الأولى مشاهدة الحدث من بدايته وحتى النهاية. طاردت الحيتان القاتلة فريستها لخمس ساعات حتى أصيب الحوت الرمادي الصغير بالإرهاق واضطرت أمه للتوقف، وكان علينا أن نراقب وصول مجموعة الحيتان القاتلة لتجهز على الصغير أمامنا على بعد أمتار من قاربنا المطاطي. تعمل الحيتان القاتلة وفق قواعد معينة، حيث تدخل إحدى الإناث بين الأم الرمادية وصغيرها وتحاول إبعادهما عن بعضهما بعضاً، أما البقية فتنتظر بالقرب منها، لذلك يبدو أنها تعمل بتنسيق معين، وتلك كانت بالفعل المرة الأولى التي نستطيع فيها توثيق ذلك. لو لم تكن مشغولة بعملها لكانت قد هاجمتنا، ولكنني أعتقد أنها كانت تركز على هدفها، واستطعنا الاقتراب دون أن نتدخل، وهذا شيء هام. في نهاية الأمر كنت منهكاً عاطفياً بالكامل. بعد عملية صيد استمرت 6 ساعات لم يأكل 15 حوتاً قاتلاً أكثر من فك الصغير السفلي ولسانه.
البحار المرجانية هي الأغنى في المحيط، ولا مثيل لتنوعها وغناها في الحياة. قام فريق الكوكب الأزرق بتصوير كل الشعب المرجانية الرئيسية حول العالم، ولكن كانت الجزر النائية قبالة ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى أكثر الأماكن إثارة. إنه حدث كبير، نحن في بقعة من المحيط الهائل حيث تضرب الطيارات البحرية العميقة الجزيرة وتصعد إلى الأعلى حاملة معها المواد المغذية التي تأكلها الأسماك الصغيرة لتصبح هي غذاءً للأسماك الأكبر، ثم تأتي أسماك القرش لتأكل كل شيء. أتينا إلى هنا دون أي خبراء مرافقين نستكشف المكان ونبحث عن القروش وعن مادة جيدة للتصوير، ووجدنا مجموعة منها. لا شيء يفوق متعة الوجود بين مجموعة من القروش الحريرية، ولكنها تجربة مثيرة للقلق أيضاً. لا أظن أن هناك ما يقلق أو يخيف على الإطلاق، إنها قروش فضولية وهي تقترب مني، وهذا يعطي الفرصة لالتقاط صور أفضل. تقوم بدفع وتبعد الكاميرا بأنوفها، أظن أنها تريد اكتشاف هويتي وما الذي أفعله في عالمها، وعندما تقوم بدفعي أدفعها بالمقابل لكي تعرف أنني لست خائفاً منها. لم يطل بقاء القروش الحريرية حتى بدأت تختفي في المحيط المفتوح، ولن يراها أحد بعد ذلك في تلك الرحلة المحددة. في الليل تخرج تشكيلة جديدة كلياً من الحيوانات إلى الشعب المرجانية، وقد كنا مصممين على تصوير بعض الأشياء المثيرة التي تحدث في الليل، ولكن إضاءة الشعب لتبدو كما لو أنها مضاءة بضوء القمر الطبيعي تتطلب معدات إضاءة معقدة. للتصوير في الليل وبالأخص لتصوير القروش في منطقة واسعة كنا بحاجة للكثير من الضوء. الأضواء اليدوية الصغيرة لا تنفع، لذلك أحضرنا مولداً وأسلاكاً لنحصل على إضاءة بقوة 650 واط. لا أعتقد أن الضوء أزعج القروش على الإطلاق. تستعمل هذه القروش نبضات كهربائية ضعيفة فيما بينها ومع الفرائس أيضاً. تصوير البحار الجزرية كان قائماً على التوقيت الصحيح، تخضع حياة الحيوانات التي تعيش هنا للمد والجزر. لكن الأهمية لا تقتصر على الدورة اليومية، فدورة القمر الشهرية لها تأثير هائل في المحيطات، وفي الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا تشكل هذه الدورة إشارة البدء لعملية التكاثر الجماعي في كل الشعب. كنا هناك وحاولنا تصوير تلك الظاهرة، ولكنها لا تزال غير مفهومة بالنسبة إلى العلم. منذ 20 عاماً اكتشفوا أن الحاجز المرجاني يطلق البيضة بشكل جماعي. يمكن أن يتم الأمر بشكل منفصل، ولكن الشعاب تطلق البيضة لثلاث أو أربع ليال، وهم يعملون على معرفة ذلك منذ زمن، لكنهم لم يكتشفوا الكثير. حوالي الساعة 7:45 رأينا بعض أكياس البيض تطفو قرب السطح، فقمت أنا وكارين بتتبعها إلى الأسفل. نصيحة كريغ هي التي مكنتنا من الوصول إلى موقع الحدث في الوقت المناسب، وبوجود ثلاثة مصورين وتجهيزات إضاءة ضخمة كنا مصممين على تصوير الحدث، لكن مارثا كانت متوترة جداً.
شعرت بالإحباط لأنني لا أستطيع التحدث إليهم أو رؤية ما يحدث، فعادة عندما يصورون على القارب أعرف ما يقومون بتصويره، أما خلف القارب في الليل فلا فكرة لدي. لم يحدث أي وضع للبيض في الليلة الأولى، وخشي الفريق أن تكون الأضواء هي ما يؤثر في سلوك المرجان. يعتقد كريغ أنه من الضروري عدم تسليط الأضواء على المرجان، إنه قلق بعض الشيء. أجبرنا على إطفاء الأضواء في أكثر من موقع لأنها كانت تلقي ثقلاً على الشعاب، إنه يعتقد أنها تؤثر في المرجان. حسناً، علينا إضاءتها لكي نستطيع تصويرها. أعرف ذلك، لكن بينما ننتظر وضعت ثقلاً لموازنة الأضواء وقمت بإطفائها وتركتها مضاءة هناك. نفذ التعليمات وترك الأضواء مشتعلة. فكرت عندها في أن كريغ يظن أن الأضواء تؤثر في إطلاق البيض، لذلك فكرت في ترك الأشياء كما هي وكنت محقاً. لم يخبرني أحد بذلك. إنها ليلة تدريب على الأضواء. كانت كذلك بالفعل، أنت محق. المدهش في الأمر أنه لليلتين إضافيتين كانت هناك عملية وضع بيض خفيفة، ولكن في الليلة الرابعة حدث شيء ما. بدأ بعض المرجان بإطلاق كتل كبيرة من النطاف في الماء، ولكن لم تكن هذه هي عملية التكاثر الجماعي التي أتى الفريق لتصويرها. بالنسبة إلى المصورين، كان من المحبط لهم الابتعاد لالتقاط الصور اللازمة لتشكيل القصة. استغرق الأمر زمناً طويلاً، وعندما بدأ المرجان لم يحدث ما كنا ننتظره، بل خرج البيض بأعداد قليلة. أطلقت أعداد كبيرة من البيض، ولكن ليست الأعداد التي كنا نتوقعها، لقد انسابت في الماء بلطف. 5-4-1. استطعت تصوير بيضة واحدة، بيضة منفردة. ثم تنتظر 5 دقائق وقد تصور بيضتين. لكن مشاهدة كتلة حجرية تضع البيض. صعدنا إلى هذه البقعة ووضعنا الضوء الرئيسي. أجل، لم يكن الضوء هذا متوازن. هو الضوء الرئيسي، وكان علي أن أضبطه. هذه لي، أعرف ذلك. وأخيرا في الليلة الخامسة بدا وكأن الحدث المنتظر سيقع، ولم تستطع مارثا إخفاء تحمسها. أجل. ولكن مشكلة وقعت، اكتشف بيتر سكونز في اللحظات الأخيرة أن الكاميرا لا تعمل. حاول جاهدا إصلاحها في الساعات الأخيرة قبيل موعد التكاثر المفترض. هل أنتم مستعدون الليلة؟ أجل، نحن مستعدون. هل هناك ألوان؟ سيكون هناك بعض الألوان، لكن لا أحد يعرف ما هي بالضبط. سيكون هناك بعض الألوان، ولكن وضع البيض لم يبدأ. لحسن الحظ، كان الفريق جاهزاً في الليلة الخامسة لتصوير عملية التكاثر الجماعي المدهشة على الشعب المرجانية. البحار الموسمية التي تقع في المناطق المعتدلة في العالم هي على الأرجح الأجزاء الأكثر خصوبة في المحيطات، لكن العمل فيها صعب، فخصوبتها الكبيرة تقلل نقاوة المياه، كما أن الأحوال الجوية قاسية ومتقلبة جداً. جاء فريق الكوكب الأزرق إلى المياه المعتدلة قبالة ساحل كاليفورنيا لتصوير سلوك جديد للفقمة الشائعة، وقد اكتشفته عالمة الأحياء تيري نيكلسون. الفقمة الشائعة مخلوق مذهل، وما يدفعني للعمل معها هو تصحيح النظرة الشائعة عنها، وهي أنها مجرد أشكال صخرية مضحكة على الشاطئ، ففي الأعماق تعيش هذه الفقمة حياة اجتماعية معقدة، وهي فضولية جداً، والوجود معها ممتع للغاية. اكتشفت تيري أن ذكور الفقمة الصغار تتعلم أغنية رائعة بقصد التزاوج من خلال تقليد الذكر الكبير ببراعة. أعرف أن الأغنية ليست كما أغنيها، ولكنني أنثى. تسمح هذه الأصوات للذكور بتحديد بعضها بعضاً، وتحديد من يبقى بعيداً ومن هي الذكور المؤذية،
التي تكون غالباً أكبر وأكثر سيطرة من بقية الذكور وتستطيع التغلب عليها. الدرس الأهم الذي تعلمته هو أنه لمراقبة الفقمة الشائعة ومعرفة سلوكها يجب متابعتها تحت الماء، فكل الأشياء المثيرة للاهتمام حول هذا الحيوان تحدث تحت الماء. على بعد مئات الأميال شمالاً قبالة خليج برنس ويليام، كان فريق آخر من البرنامج يبحث عن أحد أكثر القروش غموضاً في العالم، قروش السالمون. هذه القروش الغريبة من أقارب الحوت الأبيض العظيم، لم يتم رصد سلوكها الطبيعي تحت الماء من قبل، وكنا حريصين على محاولة التقاط صور فريدة لها باستخدام كاميرا موصولة بعمود. المخرج هيو بيرسون يراقب ما يجري من خلال شاشة. كان من الرائع تصوير شيء جديد، كما أن الموضوع كان ملائماً تماماً للقصة، لأن الموضوع الأساسي للبرنامج هو موسمية البحار، وهذه القصة موسمية تماماً. قروش السالمون تنتظر أسماك السالمون لكي تضع بيضها ثم تقوم بهجومها. نأمل أن نستطيع تصوير هذه القروش تتصرف بطريقة طبيعية وتصطاد أسماك السالمون المتجمعة كما سمعنا. توقيت قدومنا لحضور هذا الحدث أمر حيوي جداً، لأن العلماء يعتقدون أنها تقضي معظم السنة شمال المحيط الهادئ تتغذى على الحيوانات هناك، لكنها تتبع أسماك السالمون إلى هنا، وأسماك السالمون لا تأتي إلى هنا إلا لأسابيع أو شهر في فصل الصيف. ليست القروش فقط هي التي تطارد أسماك السالمون، فصيد الأسماك ضخم هنا، وقد رافقنا عالم الأحياء البحرية كين جولدمان الذي يعمل مع الصيادين في سبيل البحث العلمي. تزداد أهمية قروش السالمون كأحد مصادر ولاية الألاسكا، والاهتمام بصيدها يتزايد أكثر، فهي من أهم الأسماك بالنسبة إلى الصيادين، وولاية ألاسكا والحكومة الفيدرالية تعملان على معالجة موضوع هذه القروش لأن أعدادها تتناقص بسبب الصيد. صعب جداً إمساك قرش بطول 4 أمتار ودراسته، لكن يأمل كين أن يقدم ذلك معلومات مهمة عن أعدادها وأماكن تكاثرها. لا تظهر هذه القروش قبالة ساحل ألاسكا إلا لشهر واحد في السنة، أما بقية حياتها فهي غامضة. حسناً، سيكون كل شيء بخير، يبدو ذلك جيداً. هذه أقرب صورة حصل عليها كين لهذه القروش، وقد كان متحمساً جداً لرؤية الصور التي ستلتقطها الكاميرا. هذا فيلم مدته 3 دقائق، من أفضل اللقطات التي حصلنا عليها. هذا ما كنت أريد رؤيته، فعندما كنت أشاهدها من القارب كنت أراها من الأعلى، ولم أكن أرى القرش من الأسفل كما في هذه اللقطات. كم يبعد عن الكاميرا؟ رائع. عندما يخرج لا يظهر إلا على بعد 10 أقدام. إنها على الأرجح ترى هذه الكاميرا على عمق 30 قدماً، ولكنها متكيفة بالتأكيد في تلك البيئة حيث لا نكون. حسناً، هل تعتقد من ذلك بأنها مفترسات بصرية؟ أجل. بالاستفادة من حاسة البصر الحادة لدى القروش، كنا نأمل أن نغريها بالاقتراب أكثر للحصول على صور أفضل. إذا استطعنا دفع أسماك السلمون الفضية للاقتراب من القارب والمرور بجانبها، فسنتمكن من تصويرها في الماء. لا يمكننا رؤيتها فعلاً ما لم نقم بتصويرها عندما تقترب، فهي تنظر إلى الكاميرا ثم تبتعد وتبقى فضولية وحذرة إلى أن تشعر بالأمان وتقترب من الكاميرا. إنها لقطة جديدة. هذا هو القرش المجهول والذي لم يراه إلا القليل من الناس تحت الماء، لهذا فتصرفاته تثبت بعض الأشياء المعروفة أو تقدم معلومات جديدة أو أشياء لم نكن نتوقعها، لذلك فمشاهدتها أمر رائع، وهي تعلمنا الكثير من الأشياء في كل مرة نراها فيها. البحار المتجمدة في القارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية من أجمل بيئات المحيط على الإطلاق، ولكن من الخطر الانجراف مع هذا الجمال، إذ لا توجد أقصى من الظروف الطبيعية هناك بالنسبة إلى الحيوانات التي تعيش فيها وكذلك لفرق التصوير التي تعمل هناك. الأمر بالنسبة إلينا ليس كما هو بالنسبة إلى الدببة القطبية، فالحرارة هنا 50 تحت الصفر وسرعة الريح عقدتان، والبرد هنا لا يحتمل، لذا سأعود إلى الكوخ. قا
قام داغ ألين برحلات عدة إلى جزيرة سفالبارد القطبية ليصور فيلماً عن الدببة القطبية. معي مساعدي الذي يرافقني في كل رحلاتي. على هذه النافذة آمل أن يستطيع تصوير ما نطمح إليه. لذا قم بما عليك. تخرج الدببة لتصطاد في البحر المتجمد، وهو مكان خطر للعمل، والعثور على دب أبيض في هذا البياض الشاسع يتطلب قدراً كبيراً من الصبر والخبرة. يا إلهي، كان ذلك محبطاً للغاية. وجدنا هذه الجروة الأنثى وراقبناها لثلاث أو أربع ساعات وهي تصطاد، ولكن لم نقترب منها، لكنها أتت إلى موقع جيد للتصوير واقتربت منها قليلاً. لقد كانت بعيدة جداً، لكن ردة فعلها علي لم تكن جيدة وفقدت ثقتها بي. اليوم مناسب جداً للتصوير، واعتقدت أنني حصلت على اللقطة المناسبة. العمل في القارة القطبية الجنوبية أصعب بكل المعايير من الشمالية، فهي منطقة بعيدة عن كل مظاهر الحداثة، ولا يمكن إيصال أي شيء إلا عن طريق الجو أو البحر. كنا محظوظين بالحصول على دعم علماء برنامج القطب الجنوبي الإيطالي الذين سمحوا لنا بمشاركتهم قاعدة أبحاثهم الموقتة التي أقاموها على الحافة الجليدية للبحر المتجمد. يعمل البرنامج الإيطالي على مجموعة واسعة من الأبحاث المتعلقة بالقارة القطبية، ولكنهم يركزون هنا على مجتمعات النباتات والحيوانات التي تعيش تحت الجليد. بقياس كمية الضوء التي تصل إلى الطحالب تحت الجليد، يأملون أن يراقبوا خصوبة البحر المتجمد، وهو أسلوب حيوي لمعرفة مدى صحة المحيط المتجمد الجنوبي، كما أن الفتحة التي أحدثوها توفر فرصة نادرة للضغط. هذا رائع، إنها صفائح ضخمة من الثلج، ومن الرائع أن يزحف مارك بينها محاولاً البحث عن مكان لوضع الحساس الضوئي. إنها تشكيلة رائعة من الألوان الأخضر والبني وغيرها، حتى إن هناك فقمة ويدل تقترب منا قليلاً وتكمل طريقها. لكن معظم عملنا تركز على الحافة الجليدية. كنا هناك لتصوير البطاريق الإمبراطورية وهي عائدة إلى مستعمراتها بعد رحلة البحث عن الغذاء في البحر. ساعدنا وجود كاميرا في مكان بعيد تحت الجليد لنتوقع متى بالضبط ستخرج البطاريق. أعتقد أنها اللحظة المناسبة. بالعودة إلى جزيرة سفالبارد القطبية الشمالية، وبعد أسابيع من الصبر، استطاع الضغ الحصول على لقطة قريبة لدبة قطبية مع جروها. يجب أن يعمل بحذر شديد لكي يكسب ثقتها. إنها الخامسة صباحاً، وأعتقد أننا حصلنا على نتيجة. توجد دبة مع جروها، وقد قامت بهجوم على بعد 50 أو 80 متراً، وهي مسافة جيدة. هل تعرفون ماذا فعلت عندما أنهت هجومها؟ كانت في قمة الاسترخاء، حتى إنها ضمت صغيرها وأرضعته أمام الكاميرا. الراحة التي شعرت بها عندما رأيت ذلك لا تصدق. ستون في المئة من كوكبنا مغطى بالمحيطات على عمق يتجاوز الميل. الأعماق هي من أكبر البيئات المحيطية، ولكنها الأكثر غموضاً أيضاً.
استكشاف هذه الجبهة الأخيرة يتطلب أحدث التقنيات. كلما زاد العمق تلاشى الضوء وازداد الضغط ليبلغ مستويات خطرة. على عمق 1000 متر يصبح الضغط أكثر بمئة ضعف عن ضغط السطح، ولا توجد سوى بضع غواصات في العالم تستطيع تجاوز هذا العمق. إننا نغوص في كرة الهواء الصغيرة هذه، فقاعة زجاجية. نحاول تصوير المكان، وينتابني شعور رائع بأنني أول من يقوم بالتصوير في مكان كهذا على الإطلاق. 3-4-2-7-1-2. ركبنا غواصة جونسون سي لينك من معهد هاربر برانش لعلم المحيطات، وذلك لتصوير مجتمع حيواني جديد بالكامل تم اكتشافه للمرة الأولى في تسعينيات القرن الماضي. هذه البحيرة المالحة محاطة ببلح البحر، وهناك حقول كثيفة من الديدان الأنبوبية في الجوار، وكلها تعيش دون طاقة الشمس. كان التصوير تحدياً صعباً. كل حركة نقوم بها لها خصوصيتها، فبالكاد نجهز أنفسنا ونضبط العدسة، وعندما نرى شيئاً كهذا نصاب بالإحباط. لقطات قريبة جداً للديدان الأنبوبية تؤخذ للمرة الأولى. تعيش هذه الديدان على عمق 1000 متر، ولكننا نريد ذلك، لذا يجب علينا استخدام غواصة أقوى بكثير. هذه غواصة ألفين، وهي من صنع معهد وودز هول لعلم المحيطات. إنها مصنوعة من التيتانيوم المقوى بنوافذ صغيرة، وهي تستطيع الغوص إلى عمق 3 أميال. لقد استخدمنا هذه الغواصة في العديد من الرحلات الاستكشافية. كنا هذه المرة نغوص إلى عمق يتجاوز الميل في خندق سان دييغو على بعد 40 ميلاً قبالة ساحل كاليفورنيا. في تلك الغواصة الضيقة التي لا يتجاوز عرضها 2 متر كان هناك الربان والعالم كريغ سميث والمصور مايك دوغري. كان كريغ يحرص على العودة إلى موقع محدد كان قد زاره في رحلة سابقة قبل 18 شهراً. أتلقى إشارة صوتية من هدف على بعد 60 متراً إلى الشرق. وجدت الموجات الصوتية الهدف، هيكل عظمي لحوت رمادي يزن 40 طن. بعد 1.5 عام في قاع البحر، هذا كل ما بقي منه، ولكننا قمنا بتصويره من قبل كجثة جديدة بعد 6 أسابيع من غرقه. كان هذا الحوت في الأصل على ساحل كاليفورنيا. سمعنا نصيحة كريغ واستعنا بأحد الصيادين المحليين لسحبه إلى خندق دييغو، حيث غاص إلى الأعماق، لكنه لم يكن عملا سهلا. وضعنا فوقه 5000 رطل كوزن لإغراقه، لكن نصف جسده بقي خارج الماء. ملأنا جسده بالثقوب بواسطة السكاكين والرماح الكبيرة من على ظهر السفينة، وقمنا كذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أوتوماتيكي من عيار 45 ملم، وكان منظر الغاز مرعباً. لكن صعوبة العمل أتت ثمارها، فقد جذبت الجثة تشكيلة استثنائية من كانسي الأعماق. يا إلهي! يا إلهي! يا إلهي! من المجهول خرج قرش نائم، وهو من اختصاصيي الأعماق ولم يصور على هذا العمق من قبل. هذه القروش إضافة إلى آلاف أسماك الوحل جردت الجثة بالكامل، وهذا ما بقي منها بعد 18 شهراً. كان هدف كريغ الأساسي من العودة جمع قطع من العظام لإخراجها إلى السطح. أما بالنسبة إلى فرصة أخرى لتصوير هذا المشهد المخيف والمدهش أيضاً. إنه مدهش وقد تغير كثيراً. عند نزولنا بدا مجرداً من اللحم، مجرد هيكل عظمي. كل ما رأيته كان قفصاً من الأضلاع وأسماك الوحل تتحرك داخله، وهو مجرد من اللحم تماماً، شيء لا يصدق. لكن عندما استقرت الغواصة وبدأنا بالتدقيق في التفاصيل،
وجدنا مجموعة كبيرة من الديدان على الأضلاع، ثم رأينا سمكة وحل تنهش اللحم. لا يزال هناك لحم بعد سنة ونصف سنة على غرقه. شيء لا يصدق، كان أمراً رائعاً لكنه مرعب. كان كريك سعيداً بإخراج العديد من الأنواع الحية إلى السطح حتى لو كانت رائحتها نتنة. يجب أن نعمل عليها على السطح، رائحتها نتنة جداً. استطاع كريك على السطح إلقاء نظرة قريبة على الكائنات التي كانت تعيش على العظام. في رحلة استكشافية سابقة وجد 178 نوعاً على فقرة واحدة. يوجد مجتمع مذهل من الحيوانات التي تستطيع العيش في الظلام باستخراج الطاقة الموجودة في عظام الحوت. أكثر ما أدهش كريك هو أن بعض هذه الأحياء موجود أيضاً في موطن مميز آخر في الأعماق. على عمق ميلين عند سلسلة الجبال المحيطية يوجد نشاط بركاني ينبعث من فوهات مائية حارة في قاع البحر. كان العلماء مذهولين عندما اكتشفوا واحدة من أغنى واحات الأحياء في أعماق المحيط بين هذه الفوهات. منذ اكتشافها يتم الإعلان عن أنواع حية جديدة كل 10 أيام. وما أدهش كريك هو أن بعض هذه الأحياء هو نفسه الذي وجد على عظام الحوت الغارق. المثير للدهشة أن كريك يعتقد أن هيكل الحوت يوفر مصدراً حيوياً للطاقة لليرقات التي تبحث عن فوهة جدية لتقيم فيها مستعمرتها. في عالم البحار يتجاوز هذا العلم حدود المعرفة ويحقق اكتشافات جديدة كل يوم. لا تزال أجهزة التتبع الموضوعة على الحيتان الزرقاء تعمل حتى اليوم وتقدم إلى بروس مايت معلومات جديدة على مدار الساعة. لقد شاهدنا حيتاناً كثيرة تغير اتجاهاتها وضع أجهزة التعقب. في الأسابيع الأولى اتجه أحدها إلى جنوب أوريغون والآخر إلى ساحل باها. بعض هذه الحيوانات سبح حتى القبة الكوستاريكية التي تبعد 8 درجات شمال خط الاستواء و400 ميل عن الشاطئ. بالرغم من كل الجهود التي يقوم بها الباحثون حول العالم، ما زالت مواطن تكاثر هذه العمالقة مشهورة. وكما هي حال كوكبنا إلى حد كبير، تبقى حياتها لغزا. لا أعرف إن قمنا بتصوير ذلك. حسناً، سنعيد تصويرها مرة أخرى. يا لهؤلاء المنتجين، لا يمكنني دفع الطاقم للعمل.